مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قصة اليوم من شخص اسمه فاروق. يقول فاروق: عشت ليلة مرعبة ويا الجن وحضرت عرس الهم. يوم اللي رجعت لبيتنا القديم صارت ويا أحداث مخيفة ومرعبة. أعطيكم شوية تفاصيل عن حياته. يقول: أنا عندي إخوان 4، لكن ذول الإخوان كلهم كانوا من غير أم، وأنا الوحيد كنت لوالدتي، ووالدتي توفت ووالدي كذلك توفى، وهناك تقسمت الأملاك مال الوالد وانطوني بيت، والبيت هذا هو البيت القديم اللي عاش به والدي سنين طويلة. وهذا البيت ما كان وحده، كان معه 5 بيوت لكن ما تابعه لنا بالوقت الحالي، بيت واحد فقط. وصار من حستي شنو اللي دار وياه وشنو الأحداث اللي عاشها وشلون حضر عرس للجن بذيك المنطقة المعزولة مثل ما هو يقول. فقبل لا أبدأ بسرد القصة وأحداثها المرعبة، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. يقول فاروق صاحب القصة واللي أنا راح أخذ الدور بمكانه، يقول: بعد ما توفى والدي فترة بدأوا أخواني قسمون بالورث، وقالوا بمكان ما ندخل محاكم وندفع فلوس تعالوا خل نتفق بيناتنا، والخير مال الوالد الله يرحمه كان واجد، نتقاسم وناخذ. يقول: أنا صار البيت القديم من حستي، هذا البيت متروك من 10 سنين وبي مساحة كذلك تقريبا بال500 متر أمامه كلها إله. المهم انطوني اياه، ما أرد أقول أني ما راضي، لكن ما طول والدي كان عايش بي سابقا وانا كنت احبه، قلت اكيد هذا البيت ظل من ريحة والدي، واني اول وتالي راح اروح اعيش يم خوالي ببيوتهم. يقول: لكن يوم اللي رحت يم خوالي اختلفت الوضعية ولقيتهم مختلفين جدا، حتى ما ادوخكم بالتفاصيل قررت اروح واسكن بالبيت اللي اخذته. ويوم اللي رحت لهناك وللمنطقة اتفاجئت البيوت اللي كانت موجودة كلها زايليها وما باقي غير بيت واحد بصف البيت مال الوالد اللي انا اخذته اللي كان متروك، والباقي كله صاير ساحة. الظاهر البيوت كلها مبيوعة الشخص واحد. لكن يوم اللي وقفت قدام بيتنا وهذا البيت ما كانت اكو ملامح اي حياة بهذا المكان، المكان مهجور حرفيا وما حد داخله من سنين. البيت صار له تقريبا اكثر من 10 سنين هو مسدود، شلون راح يكون شكله؟ قمت وفتحت الباب ودخلت لي جوا اتمشي وشفت العشب اللي موجود، لكن يوم اللي فتحت الباب الداخلية لقيت الوضعية تختلف. البيت كان محكم تماما وبي شوية اتربة وحتى بي اثاث كله من الانتيك، يعني اثاث قديم، والبيت مرتب من الداخل لدرجة ما تنوصف. يقول: صار لي واهس يوم اللي شفت الاثاث اللي موجود بي، واصلا انا طالع على والدي كنت يعني احب الانتيكات مثله واحب الاشياء القديمة، لغاية ما دخلت بالبيت وافتريت شوية وقررت باليوم الثاني اجيب اصدقائي وننظف البيت واجلس بي. وفعلا هذا اللي حصل باليوم الثاني، جبت صديق الي وبديت ارتب بالبيت، وكان متفاجئ بالمكتبة اللي كانت موجودة وبالاثاث القديم اللي إلها قيمته، حتى الكنبات كانت من الجلد اللون البني، فتشي كله فاخر. البردات كانت تقريبا مهترية لان مسدودة، والشمس والحار والبرد فاكيد راح تتلف هذه الاشياء. فلميت كل البردات اللي موجودة بالبيت ويعني خليتهم بالسيارة، ولما انطلعت رجعت صاحبي البيتهم رميتهم من هناك، وبالليل قررت ما ارجع يعني يم خوالي او ما ابات يم اي احد، قررت ارجع للبيت لان اتنظف وما عندي اي حجة. اخذت وياي اكل ورحت، قضيت ليلة بهذا البيت لكن حرفيا ما كنت مرتاح، اقعد على اصوات لكن يوم اللي اصحى القى هدوء تام، اطلع برا اطالع القى هدوء مرعب. طبعا الخارج مال البيت بعدني ما منظفه وبمساحة تقريبا بال500 متر كأنه حديقة كانت يعني مليانة عشب، فظليت بوقتها حاير وشو راح اجيب ناس وكذا، وفكرت انه اتزوج وهو مشاريع لغاية ما غفيت. المهم ما اتذكر الليلة الثالثة او الرابعة صار الشيء اللي انا ما كنت متوقعه ابد.
طبعا دخلت للبيت تقريبا على الساعة 7، كنت متعب وجسمي منهك. نمت على السرير اللي كان مال نفرين وممدد وطبيعي لغاية ما غمضت عيوني شوي. صحيت على صوت الباب الداخلية الدق دق قوي جدا، وبعد ما فتحت عيوني راح الصوت. ارتعبت وقلبي صار يدق سريع، لكن سمعت صوت مال أغاني عالي جدا، صوت مال أغاني ودق طبول ودفوف، والأغاني كانت غريبة نوعا ما. حتى الكلام اللي كان ينحكي صح هو عربي، لكن المفردات ما حد يستخدمها بالوقت الحالي، فأكيد بعد ما سمعت الصوت لازم أطلع وأشوف. ويوم اللي طلعت اتفاجأت بالبيت اللي بصفي، كان بيعرس والصوت عالي، وبعدها سمعت الباب تندق، الباب الخارجي دق قوي. فرحت اتمشى عند الباب وفتحتها وما لقيت اي احد. يوم اللي طلعت يعني برا ناظرت لقيت الباب مفتوحة مال البيت المجاور لي، كأنه عندهم مناسبة. طبعا في وقتها ما انتبهت انه حتى سيارات ما كانت موجودة، فظليت اطالع وما حسيت غير يطلع شخص ويناديني باسمي، وحتى ناداني باسم والدي وقال لي هاي انت شوكت جيت. قلت له عفوا عمي انا ما عرفتك. رجع علي وقال انا عمك ابو صالح، احنا جيرانكم القدامى. لما قال لي هيك تذكرت، قلت له والدي كان يحكي عليك احيانا، يعني يتكلم عليك بالخير. بدأ يبتسم بوجهي وكان مباشرة يلزمني من نيدي ودخلني لي جوا. بس تفاجأت يوم اللي مسك ايدي، ايده كانت قوية جدا وصخرية، يعني ما كنت احس بحرارة ولا كنت احس ببرودة، يعني احساس وشعور غريب يوم اللي مسكني من نيدي. دخلني لي جوا وتفاجأت، عرس كان مختلط بنساء ترقص، وكان انكاسيات وعاريات، واللبس ما اقدر يعني امثل لكم، شايفين القماش الخفيف اللي يسمونه تول او اللي يسمونه البردات تقريبا نفسه، يعني اجسادهم كانت مبينه، وكنت حتى استحي اطالع عليهم. يا جماعه الخير المنظر اول مره بحياتي يصير. صح انا عمري يعني بذاك الوقت يعني 22 23 تقريبا، لكن ما شايف هيك مناظر قدامي، وبعد ما متزوج فبديت يعني انزل راسي واحط ايدي هيك كذا، فكل ساعة واحد يقول لي عادي اخذ راحتك اعتبره هذا عرسي. وفجأة يتغير الدق ونوعية الغناء اللي كانت موجودة، صار كأنه يعني شيء حزين. وبعدها جو 2 كانوا لابسين لون اسود، العروس والعريس اشكالهم كانت غريبة، وكانوا قصار بالقامة، يعني الطول مالتهم ما يعبر 1.20 متر و30 او نقدر نقول ما يعبرون 1.5 متر، واشكالهم غريبة حقا. العريس كأنه إذانه مدببة، وقلت هاي خلقة رب العالمين، يعني بيني وبين نفسي وما يصير واحد يتنمر. أما باقي النساء اللي كانت ترقص كانت جميلة جدا، لغاية ما أجي الرجال وقال لي أخذ راحتك واعتبره عرسك، نفسه اللي قال لي أنا عمك أبو صالح. فيوم اللي شاف ملامحي متغيرة ووجهي كان أحمر من الخجل سألني وقال أنت مستحي؟ عادي احنا هاي عراسنا، واحنا ما معتبرينك انت شخص غريب، واحنا لو ندري بيك انت جاي وجالس كان احنا سوينا لك غير استقبال، احنا نحبك ونحب والدك. طبعا هو كان يتكلم هيك وانا بحياتي ما شايفه، وهالبيت هذا كنت اسمع بيه، ورحت الى مرة واحدة ويا والدي قبل لا يموت، وقال هذا البيت بيتي، وكانت بيوت كاملة وكان الشارع مرتب، يعني هذا اللي يذكره. بس بعدين ما رحت نهائيا. المهم ظليت جالس وكنت مثل ما قلت لكم ما اقدر اطالع، وصاروا يغنون ويرقصون لكن ما كنت افهم الهم، هذول كأنه عايشين بكوكب ثاني، كأنه ما موجودين ويانا بالارض اصلا. لغاية ما دخلوا اشخاص لابسين لون احمر، وكانوا من الجنسين ذكور واناث، لكن اللبس مالتهم كان متقارب خفيف جدا، واجسادهم كانت مبينه. النساء كانن حاطات مثل الخمار لكن خفيف، وعيونهم كانت واسعه لكن بيهم حاجه تلفت الانتباه، وهي عيونهم اللي كانت مرعبه، وبدوا يربضون يعني حوالين الناس الواقفين، وكانت تصرفاتهم غريبه. والكل بذاك الوقت
كان يطالع لي، وحقهم، لأن أنا كنت الشخص المتزن الوحيد بالعرس هذا. الكل كان يرقص بهستيرية لحد ما ذول اللي كانوا لابسين أحمر وقفوا وسووا دائرة، وهذه الدائرة فجأة اشتعلت نار من العدم حرفيا. وهنا ارتعبت وصرت أرجف وما عرفت شنو اللي أسوي، لأن النار ظهرت أو طلعت من الأرض وصارت النار شب، وبديت أطالع عدل حوالي إياه توصل يم النار كأنه يختفي. والأرضية اللي كنت أنا جالس عليها كانت من التراب، وكل شي بدأ يتلاشى. هالموقف هذا خلاني جامد عن الحركة وما أعرف شنو أسوي، وتخيلت نفسي أنه أنا بحلم وهذا اللي جاي يصير مو حقيقي أبد. لحد ما فجأة سمعت صوت آذان، وكأنه واحد يعني خنقني، أو كأنه واحد غمض عيوني وسد حلقي. بديت بالقوة أتنفس، أريد أصارخ ما أقدر، وكان قوي جدا. أتخيل وكنت أريد أوخر إيديه كأنه كانت إيديا من الخرسان مبنية على وجهي، يعني ما كنت أقدر أحركها نهائيا. لحد ما فجأة وقعدت لقيت نفسي موجود عند الباب البرة لكن من الداخل. وهنا أنا تفاجأت هو شنو اللي صاير، وبدأ النهار هستوى يكشف، فطلعت حتى أتأكد هو أنا اللي حدث إلي صح ولا غلط. لقيت الباب مال هذا البيت مسدودة وماكو أي شيء. من فضولي صعدت حتى أطالع، ويوم اللي طالعت شفت مرأة لابسة أسود وواقفة عند الباب، ويوم اللي حطت عينها بعيني المرأة دخلت لي جوه، ونزلت مستحي. هو البيت شكله ما مسكون زين، هذه المرأة شعدها هنانة زينان اللي صار وياي. وبديت أتذكر واستجمع ذاكرتي حتى أعرف شنو اللي حدث، معقولة أنا عشت هاي الليلة المرعبة كلها وهي مجرد حلم؟ أتخيلوا تراب لقيت على جسدي، كنت يعني أرجف، يوم اللي قعدت كان جسمي وحرارتي مرتفعة، كنت أشعر بألم بوجهي بالكامل، يوم اللي لزمني وسد حلقي وعيوني، يعني كل الأشياء والمؤشرات كانت ما تطمن بخير، ولا كنت يعني متأكد 100% أنه هو حلم، كنت أشعر أن اللي صار حقيقة. المهم هذا الموقف اللي حدث وما كان له أي تفسير من ناحيتي، وقررت أصعد سيارتي وأروح لأحد الأصدقاء أسولف له اللي حدث ودردش وياه وأجلس وياه وما أعرف شنو اللي راح يصير بعده. المهم طلعت أخذت السيارة ورحت أكلت، وبعدين مريت على صديق وجلست أنا وياه بمقهى، وبعدين رجعنا لبيته، يعني صارت تعدي الساعات. وقلت له تعال أسولف لك، أني صح جلست وياك هواية لكن أكو سالفة أريد أقولها وما أعرف شلون، ما أدري راح أصدق بيه أو لا. فقال سولف، وبديت أسولف إله وقل له أنا اللي حدث لي ترى كذا وكذا وهيك صارت الليلة وهيك شعرت. قام يضحك وقال هذا مجرد حلم، لأن أنت نمت وحدك ببيت وهاي الأشياء تصير جز ضليت تفكر. فقسمت إله وحلفت أنه أنا ما كنت مفكر ولا كنت مفكر بموضوع يعني مثلا مرعب أو جن، لأن قلت له اللي حدث كانوا يعني مو عاديين اللي يرقصون، كانوا كأنه شياطين. راح تقولون أكيد أنت ما شايف الشيطان، شلون قلت هذا الشيء؟ معروفين الجن يحبون النار وهذه الأشياء، ويحبون اللون الأحمر ويحبون اللون الأسود، والعرسان اللي كانوا موجودين كانوا لابسين أسود، وهاي معلومات عامة الكل تقريبا يعرفها. المهم صاحب طمني وقال لا تحزن ولا تخاف، ترى الموضوع عادي وهواي ناس يحلمون، ولا تكبر الموضوع، قوم خل نتعشى. وفعلا رحت تعشيت أنا وياه، وقال إذا أنت خايف اليوم بات يم، يعني كان يضحك وياي أو يمزح أو يشاقة. فقلت له خلاص لا أرجع لهناك لبيتي. وفعلا يوم اللي رجعت للبيت دخلت، لكن حسيت أنه أحد يمشي وراي، وبعد ما سديت الباب شعرت أنه أحد حرفيا كان بكتفي. تخيلوا طخيت بشخص، كنت مرعوب وخايف. المهم شغرت قرآن بهذه الليلة وعدت علي الليلة طبيعي. وباليوم الثاني يوم اللي قعدت تفاجأت، قعدت تقريبا الساعة بالسبعة وكان جسمي متكسر. بالسبعة طبعا مساء، يعني عد علي تقريبا بحدود يعني 12-14-16 ساعة أنا نايم، ما معقول هذا النوم كله. الجوال اللي كان عندي متصلين علي عدة مرات وما كنت أعرف، وما كان عندي بذاك الوقت رصيد،
فما رجعت اتصلت على اي شخص، ورحت دخلت للحمام، لبيت على نفسي ماي، وبعدين طلعت تقريبا على الساعة 8:30 يعني بداية الليل. فطلعت برا عند الباب وتفاجأت بورقة مكتوبة، والورقة كانت مرتبة والخط كان جميل، وكاتب لي: انت معزوم بعرسنا، احنا جيرانكم بيت ابو صالح، ومرمية الورقة من تحت الباب. فرفعت الورقة وبديت اطالع بيه، كانت ورقة طبيعية. معقول الرجل عزمني على عرسهم؟ زين اني جيت عدة مرات لهنا، ليش ما حد اجا وكلمني؟ وكنت خايف من الحلم اللي صار. المهم فتحت الباب وطلعت، ظليت اناظر، وفجأة وما حسيت غير يطلع شخص ويبدي يطالع بوجهي. كان نفس الشخص اللي شفته بالحلم، وسويت نفسي ما شايفه، ردت اطب وكان يصيح علي وصافحني، لكن هالمرة شعرت بيه طبيعي يعني كأنه انسان، وبدأ يقول لي: احنا عازمينك يمنا اذا تحب تتفضل وكذا وكذا. وقال لي: انا عرفتك، انت ملامحك مثل ملامح والدك، وبدأ يحمد بوالدي. بعدين قال: احنا مسوين عز. طبعا كان عندي فضول ادخل واشوف هو نفس الليلة لو انا كنت احلم. فقلت له: تمام راح اجي. وفعلا قال: يلا يلا امشي كذا كذا عادي، هدومك حلوات. يعني الرجال كان مهتم، اذا هو عنده عرس غير يهتم بالشخص اللي راح يتزوج ابنه او اخوه او ما اعرف، يعني مهتم بيه اكثر من جوه. المهم خلاني ادخل لي جوه، وتفاجئت لقيت ناس جالسين على كراسي باللون الابيض وعادي، واطفال يلعبون، وشفت نساء شوية ليغات، والوضعية كانت طبيعية لغاية ما رحت وجلست على احد الكراسي. كانت اغاني طبيعية مشتغلة بالداخل، يعني صوت مال شوية حريم على صوت مال اغاني، وبرا كان منتشرين زلم وما كنت اعرف. الحد ما جوي جهال، اثنين وقفوا امامي وبدوا يطالعون الجهال، حرفين كانت ريحتهم مو طيبة نهائيين. وفجأة كل اللي موجودين قاموا وقفوا وصار عددهم كبير، وانا كنت جالس. وبعدين لما انقمت وقفت اتفاجأت كل اللي موجودين كانوا اطول مني بالقامة، كان يعني يمكن ارتفاعهم اكثر من يعني 1.20 متر او 1.30 متر، يعني كان الطول نشاز ومو قانوني. لهذا السبب انا استغربت ليش كلهم بهذه القصة الطويلة، وصرت اشتم ريحة نتنة جدا. فجأة شفت دخان كأنه حريق، وبعدين سمعت صوت مال يعني دفوف وهيج اشياء، لحد ما شعرت ايدين تنحاط على كتفي. فما افترت لي ورا حتى اشوف، ردت بس اتأكد يعني، لان كانت اكو وراي يعني كراسي وكانت اكو شجرة، فقلت احتمال الاغصان مال الشجرة بس كأنه واحد لزمني. المهم يوم اللي طالعت كانت ايد سودة حرفيا. التفتت وراي ولقيت شخص بدون اي ملامح، كان سواد بسواد، لا هو انسان ولا هو ظل، شكله مرعب. بعدين التفتت وراي قاموا يغنون ويرقصون بكل هستيرية. كنت مرعوب وخايف رعب مو طبيعي، اخاف ذيك الليلة حسبتها انه هي حلم او حسبتها مو حقيقة، هذا حقيقة. وانا هسه وانا مسبح وانا ادرب نفسي ومتأكد 100%، والساعة بذاك الوقت حتى بعدها ما ماشي، هستوها تقريبا يلا الساعة يعني 10:30 او 11 الا متناوشة هذا الوقت. فصرت اصرخ بصوت عالي وصيح: يا ابو صالح وينك يا ابو صالح، لان هو كان الانسان الوحيد بيناتهم. وفجأة يجي جاهل يلزمني من يدي ويقول لي: ذاك ابو صالح. كان رجال قاعد على الارض، رحت اتمشى عليه. يوم اللي طالع علي ابو صالح قال: شبيك؟ قلت له: ذولا شنو؟ قال: ذولا اقاربي وعرس، انا يعني مو عازمك. قلت له: كلهم مو طبيعيين وطوال. قال: يعني ما اعرف وذا طوال شنو اللي يخوفك؟ قلت له: واحد. المهم قال: انت شبيك شبيك، تعال اجلس. خلاني اجلس اتصبى صغيره، وراح جاب مي قال لي: غسل وجهك. طبعا ذب المي على ايدي، غسلت وجهي بمي حار، وبعدها قمت ما اتقبل الموضوع، لكن ما ارد اتحرك من مكاني. كل اللي موجودين كأنه ملامحهم تغيرت، حتى هو كانت ملامحه مرعبة جدا، وصارت تظهر نساء مثل ما قلت لكم بالبداية، لبسهم غريب وظهروا ناس لابسين لون احمر، وانا بوسط ذولة، وبدوا يغنون ويصفقون ويرقصون.
وأنا كنت مرعوب ما باليد حيلة. بعدين قررت أقوم، وبعد ما مشيت عدة خطوات ما حسيت غير يجي شخص يمسكني من نيدي ويشمرني بوسط مجموعة يرقصون، وفجأة اشتعلت نار كذلك وبدأوا يركضون سريع، وكنت ما أقدر أتخطاهم لأن حرفيًا كانوا مرعبين. الله لا يخلي شخص بهيج موقف، الجن يوم اللي يسلط عليك يبدي يشوفك أشياء وراح تخاف، وأنا كنت من الأشخاص اللي يخافون من هيج مواقف. كنت مرعوب لدرجة إنه أنا ناسي كل شيء، يعني ناسي القرآن، ناسي إنه الجن بس تتعوذ من الشيطان يروحون، هذا كله كنت ناسيه بسبب الأشياء والمشاهد اللي كنت أشوفها. فبعدين قمت أصرخ مثل المجنون بصوت عالي: أبو صالح تعال طلعني. وجلست على الأرض وأنا أسمع أصواتهم اللي كانت تتعالى، وصوت الضحكات مال النساء، والإيدين اللي كانت تنماد على جسدي. كل هذه الأشياء كنت أشعر وأحس به لحد ما شعرت بشخص يجور بي. ويوم اللي التفتت وراي لقيت كلب باللون الأسود كان يسحب بي، وما شفت غير نار مشتعلة والكلب هذا فقط، وكل اللي كانوا موجودين اختفوا حرفين. من هالقد ما شعرت بالخوف ما قمت وطلعت، لا رحت باتجاه البيت حتى أتأكد. فيوم اللي وصلت عند الباب مال البيت، الباب كانت مفتوحة، كانت من حديد ولها جام كذلك. يعني يوم اللي انتبهت وناظرت البيت ما بي أي ملامح مال يعني شخص عايش. وبعدين سمعت صوت مال مرة تقول لي: تريد حاجة؟ فقلت لها: انت وينك؟ اطلع اريد اتكلم وياك. فقالت: ايش رايد؟ روح للعرس. قالت هذا الكلام وبعدها ظليت مصر وواقف. وفجأة تطلع مرة كريهة جدا بوجه بشع برائحة نتنة، كأنه مرة صار لها مام السبحة بحدود السنة كاملة، كانت معفنة حرفين، وصارت تتقرب علي بكل هدوء. افتريت وراي حتى اركض وعوفة، وما حسيت غير واحد يشمرني بالداخل، والباب الحديدية انسدت. يوم اللي انسدت الباب كأنه روح انسحبت من عندي. شعرت بصوت مال اطفال قريب مني كأنه جاي يلعبون، وسمعت ضحكات، وصرت اشوف اطياف باللون الاسود، ورحت احاول بالباب افتحها وما قدرت. ضربت الباب عدة ضربات بايدي، طبعا اغمى علي. يوم اللي شعرت انه انا ايدي جاي تنزف، وبعدها قعدت لقيت الباب هذه مفتوحة شوية، وانا ما اخذني الدم، والحمد لله والشكر ما متت، لان كانت الدمارات اللي موجودة بايدي الظاهرة بهذا الشكل مضروبة ضربة قوية، وكانت الضربة قوية يعني قاطعة يمكن احد الاوتار، لان كنت ما اقدر احرك اصبعي، شلون توقف الدم ما كنت اعرف. وبعدها بديت اناظر على البيت وملامحه كان غريب، وطلعت وقررت انه ما ارجع مرة ثانية الى نهائيا، لكن ما عرفت قصته. المهم طلعت من البيت وصرت اتردد بالنهار، اريد افهم، اريد الاقي شخص اكلمه. لقيت مرتين شخص وما كانوا يعرفون، لحد ما بيوم من الايام وانا جاي امشي متجه لهذا البيت انا وصديق لي، لقيت رجل كان ورا قطيع من الغنم. فسألته قلت له: اكو بيوت كذا وكذا؟ هذا واحد من عندهن، ما نو البيوت بيهن امر غريب ومسكونات بالجن، عندك فكرة عنهم؟ قال: لاني البيوت صارت بيهن جريمة قتل. وبدأ يقول لي البيت الكذا الظاهر ذاك البيت مشتريه شخص وما اعرف شنو مسوي بيه، وصايرة بيه جريمة، ويقول من ذاك الوقت انسكن وبالليل ما حد يقدر يفوت. اسأله اقول له ليش؟ يقول لي: لان نسمع اصوات مال العرس لكن ما موجود اي احد. قلت له: وانا صار وياي موقف، وسولفت له يعني مختطفات من عنده. قال: اي مو هي الجريمة اصلا صارت اثناء العرس، لكن الجريمة كانت غامضة والرجل ما كان يعرف بيها اصلا. فظليت صافن عليه وعرفت انه هالبيت هذا ما راح ينظف بسهولة، وحتى اذا انا ردت اظل ببيتي فاكيد ما راح اقدر اسكن بمكان منقطع، واحتمال الجن يقدر يسوي لي شيء. المهم ماني بعدها تعالجت شوية يعني بالقرآن، ويعني رحت حضرت هواي جلسات مع الرقية. الصراحة قمت أخاف خاصة بالليل، لما يجي وقت المغرب أشعر بخوف شديد وما أريد أظل برا. وظليت عايش فترة يم صديق لي، وعرضت للبيع لكن ما انباع يعني إلا ورا يمكن 3 سنين من عرضه.
وجا شخص واشتراه، والحمد لله والشكر اتخلصت من المشاكل مال الجن. هذا اللي حدث إلي وهذا اللي صار لي يوم اللي حضرت عرس للجن مرتين مو مرة واحدة. فأنتوا برأيكم الجن يقدرون يسوون كل هذا؟ والمكان اللي يموت بيه شخص من الممكن انه ينسكن بالجن بهذا الطريقة المرعبة؟ حفظنا الله وإياكم من شياطين الجن والإنس، وانتظرونا غدا بقصة جديدة إن شاء الله.